انا لما جيت وانا قبل ما اجي شنطة العيال. لا لا لا. ايه اللي جاب شنطة العيال؟ انا احب اعرف سيادتك بسيادة العقيد حسن منصور. حسن مسعور؟ منصور يا حبيبي. خبير مفرقعات. مفرقع؟ ايه حكاية المفرقعات النهارده؟ الحقيقة يا استاذ نصر يشكوا في ان الطلبة بتوعك كلهم هيتفجروا بسبب ان كل واحد فيهم شال قنبلة، فبعتوا سيادة العقيد عشان يبتلها. وريني يا عقيد. نادير الشاويش حساها من بره. قنبلة في شنط العيال؟ كل عيل شايل قنبلة؟ لا لا، ودي هتفرقع؟ هتعمل فوق بدراك دلوقتي؟ ليه يا ربي؟ ليه يا ربي يفرقعوا العيال ليه؟ ده احنا بنتكلم عن الخير والحب والسلام. لا انت عارف بقى الاشرار كتير. سمعت قال لك ايه؟ الاشرار كتير. ليه؟ يفجروا العيال؟ بس الراجل قبل ما يموت الدكتور قالها لي، قال انا عامل حاجة مفيدة لمصر يا ابني، اوعى حد يبقى حد حب يفجر عشان انا بقول في الوزير. افتح الشنطة يا شاويش حسان. هي مش هتفرقع. فرجوا الشنطة. شاويش ايه ده؟ ده نازل من القمر. شاويش ايه ده؟ يا خبر اسود. يا خبر اسود. الراجل ولع. الراجل الراجل ولع. الراجل ولع. العيال هيبقوا كده؟ يا استاذ نصر. العيال هيولعوا؟ يا ابويا عشان كده المطلوب مني. حرش سويت الولد تخين ده هيبقى نيفة. يا نهار اسود ده ريحته هتقلب مصر. الولد صعبان عليا. انا عارف يا استاذ. عايز تعمل فيهم خدمة؟ ايوه. اجمع كل الشرط عشان تحطها في اوضتك. اوضتي؟ وتقعد جنبها. اوضتي؟ ايوه لحد ما سياده العقيد يجي ويفضل مفعول المتفكرات. في اوضتي؟ ايوه. ويكون في علمك اي حد هيحاول يفتح سوسه شنطته النار هتقيد في جدته. حاضر. انا حطيت في اخر اوضه في الاوتيل من غلافتك عندي. اخر اوضه؟ اخر اوضه عشان لما تموت وتفرقع وتعمل بوم تبقى لوحدك. يا طب العيال انا عايز الحق العيال. لا حضرتك استناه هنا وجمع الشنط. سياده العقيد تعالى معايا. تعالى معايا في مكتبي تشرب. العيال ما عملوش حاجة. ده العيال دي اغلب من الغل. الشنط الحمراء. مين دي يا عم نصر؟ مين يا استاذ؟ بعدين لا بعدين. انا دكتور شرطة. انت مين؟ انا عتيبة. بعدين يا ربي. يا عم نصر بالراحة مع الشنطة. بالراحة. في حد يمسك شنطة كده بالراحة؟ عادي. بتعمل ايه؟ بطلع نسخة الاخراج يا عم نصر. عن ابوها ما طلع. بتطلع بقى. بتسنتر لها. بتسنتر للحريقه. حرام عليك. انت تعبان يا عم نظم. انا خلاص. خد الشنطه يا عم نظم. انا خلاص يا عم نظم. شايل كمين. زمان كان الدنيا ثانيه، النهارده الدنيا سوسته. سوسته؟ والله ايه سوسته. طيب مفتاح الاوضه فين؟ في الاوضه. في الاوضه؟ حاجه احكي لك على كل حاجه يا دكتور. يا ريت يا عم نظم. والله دماغي دخانت.